تاكسي مش هيديها، مش هنسلم مش هنبيعها، تاكسي مش هيديها. جيت اشتغل الشغل دي ما كانتش شغلتي من 10 سنين، جيت اجيب تاكسي قال لك ما ينفعش، اشتريت عربيه ملاكي قال لك لازم عشان تشتري سواق تاكسي تجيب نمر اجره، نمر اجره ب 50,000 جنيه، يعني انا اجيب عربيه ب 80,000 جنيه واروح اشتري عليها نمر ب 50,000 تبقى ب 130,000 جنيه، والتزمت بالقانون، ده قانون المرور، وقانون المرور مانع اي عربيه اجره تنزل تاني من سنه 90، لما يجي لي واحد النهارده من امريكا يجي يعمل لي شركه ومعهوش عربيات ومعهوش ده، ياخد السواقين بعربياتهم الملاكي ويعمل بيها وياخد من كل سواق 500 جنيه، يلم لي كل شهر مليون جنيه ويحولها دولارات بعد كده ويهربها، اللي كل يوم الاعلام عمال يقول لك الدولارات ما فيش ازمه دولارات، وانا شقيان طول النهار في الشمس، وتيجي عربيه ملاكي تشتغل قدامي وتاخد رزقي. هو دوت عام ولا خاص؟ ده عام، ده الدوله منزلاه، الملاكي عام ولا خاص؟ الملاكي خاص، ازاي يشتغل قصاد ده؟ ده اللي احنا عايزينه نروح في الدوله بس. احب اقول لك ان ده امر شغل من عربيه اوبر، ده امر شغل من عربيه اوبر عن طريق مكتب ايجار عربيات مورد. بص حضرتك انا حاطط لك اخر بند وبقول لك ايه، وذلك دون ادنى مسؤوليه على الشركه مما يكون بها السائق من مخالفات او المسائل القانونيه. دوت هل ده العدل؟ القانون يتنفذ عليا وعلى الملاك اللي في الشارع، اللي بياكل عيشي، اللي بياكل لقوت عيالي. احنا مع اصحاب المعارضه تحبسنا، اصحاب المعارضه تحبسنا.